بسم الله، السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم وصفة السمن الحار أو السمن المعتق. لهذا الوصفة كنحتاجو ماء بارد، 500 غرام ديال الزبدة بلدية، 5 المعالق ديال الزعترة، 2 معالق كبار تاع الملح، وكنحتاجو القراعي اللي غنديرو فيهم السمن من بعد يكونوا معقمين. الزعترة انا من قبل شديتها، زدت عليها واحد 2 كيسان ديال الماء وطبختها لمدة 10 دقائق. دابا انا غادا نصفي منها واحد الكويس اللي غادا نخدم به بهذه الطريقة حتى تكون بردات البنات، عاد ناخدوها نخدمو بها، ما نخدموش بها سخونة. ناخدو طبصيل بهذا الشكل او قصرية، نحطو الزبيدة ديالنا، نضيفو ليها واحد الكاس مملوء تاع الماء بارد، نضيفو 2 معالق الملح ديالنا بهذه الطريقة، ونحاولو ندخلو ديك الملح في الزبدة باش الحليب اللي غادي يكون في الزبدة غادي يخرج لينا في هذاك الماء، ونبقى نخدمها على هذا الشكل. من بعد غادي تلاحظوا ان اللون ديال الماء غادي يتغير شوية، لانه الحليب اللي في الزبدة اللي متبقي فيها غادي يخرج. نخدمو بهذه الطريقة واحد 5 دقائق حتى تدخل لينا المليحة مزيان. كما كتشوفوا معايا فاللون ديال الماء تغير ولا شوية مائل اللون الأبيض، هذا نتيجة الحليب اللي كيكون متبقي في الزبدة. هو خرج. كنتخلصوا من هذا الماء، والان كنجيبو ماء ديال الزعترة وكنضيفوه بهذه الطريقة، يكون بارد كيف ما قلت البنات، ونبقاو نخدموه للمرة الثانية لمدة 5 دقائق حتى تشرب لينا هذيك الزبدة ماء الزعترة وتاخذ النسمة ديال الزعترة. خمسة دقائق البنات راها كافية باش تشرب لينا، غير هي نخدموه بدون توقف. طريقة بسيطة لإعداد السمن المعتق اللي كنحتاجوه في وجبات كثيرة بحال الرفيسة بحال الكسكس، وكنحتاجوه حتى للدغميرة الا بغينا نطيبو الدجاج ولا اللحم، ما حدو تيبقى يقدام وهو تتزيد الريحة ديالو ويولي مزيان. وانا بغيت نشارككم السمن ديالي، ها هو اللي كنت صوبتو هادي اكثر من 3 سنوات واللي باقي معايا مزيان، ما كيخسر ما والو. نحطوه فقط في مكان مظلم بعيد عن الضوء ويكون
محكم الاقفال مسدود مزيان بحال هكا. انا غادي نوريكم الطريقه. خمسة دقائق تاعي ها هي سالات، والزبده ديالي شربت ماء الزعتره. الان غادا نصفيها بهذه الطريقه عاوتاني، نحاول نتخلص من الماء الزائد، نضغط عليها غير شويه راه تيهبط كما كتشوفوا معايا الماء. والان غادا نديرها في القريعات اللي كيف ما قلت يكونوا معقمين، ونحطوا كويرات على هذا الشكل، ونبداو نعمروا في القريعات تاعنا. انا عندي هذه وعندي حتى هذه، المهم تكون زجاجيه تاع الزاج ومعقمه. كنعمروا القريعه ديالنا هذا الشكل، نضغطوا شويه باش ما يبقاش عندنا الهواء داخل، الزبده ديالي كامله كملتها. الان غادي ندير هذه الحركه باش تهبط الزبده ديالي، وغدا نحاول نخلي واحد الثقب في الجانب بحال هاك باش الزبده تقدر تخلص من الماء اللي غادي يبقى فيها. ونبداو نراقبوها كل 48 ساعه البنات، نجيو نراقبوها لانها غادي تخرج معانا الماء اللي بقى ديال الزعتره. هذاك الماء نتخلصوا منه البنات كل 48 ساعه، نجيو نراقبوها حتى تبان لينا ما بقاتش كتخرج الماء، ونقدروا نخليوها واحد 3 اسابيع 4 اسابيع حتى تبدا تحسوا بها بدات تسمن وتبداو تستعملوها. الان غادي ناخذ سلوفان البنات ولا ساشي هكا غذائي، وبهذه الطريقه غادا نقفل عليها باش ما يدخلهاش الهواء، ونزير مزيان ونحطها في مكان مظلم، وكل 48 ساعه نجي نراقبها ونخوي هذاك الماء اللي غادي يخرج ليا من الزبده. كنتمنى وصفه السمن الحار البلدي السمن المعتق تكون عجباتكم. ما تنسوش تدعموني على القناة ديالي نجاة الزيانية.